أرسنال يحسم الديربي بهدف جابرييل. أرسنال يفوز للمرة الثالثة على التوالي على ملعب توتنهام شمال لندن باللون الأحمر بعد حسم أرسنال للديربي بهدف مقابل لا شيء، والفوز الثالث على التوالي على حساب توتنهام على ملعبهم. أهلا بكم في حلقة جديدة من عطاير، والحديث عن مباراة توتنهام وأرسنال في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي وفوز أرسنال على توتنهام. يلا بينا نعرف التفاصيل. حقق أرسنال الفوز رقم 83 في الديربي على توتنهام بعد مباراة قوية، ولكن أرسنال رغم الغيابات والإصابات قدر أنه ياخد الثلاث نقاط من مباراة صعبة ومن ملعب صعب. وديربي شمال لندن اتحسم بكرة ثابتة من ضربة ركنية، ورغم غيابات أرسنال ولكن قدر الفريق أنه يعني ياخد من المباراة اللي هو عايزه ويحقق ثلاث نقاط كانوا مهمين جدا وعنق زجاجة في الفترة دي بالتحديد بسبب صعوبة المباراة طبعا وبسبب الغيابات والإصابات الموجودة في أرسنال. وكمان أرسنال فوزه خلاه في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن السيتي اللي في المركز الأول، ففوز مهم في الديربي وفوز مهم في الدوري يخليك الثاني فارق نقطتين بس، وكمان الجولة الجاية في الدوري هيلاعب أرسنال هيلاعب السيتي، فبالتالي فوزك النهاردة يخليك داخل مباراة السيتي عندك معنويات عالية. كمان لو قدرت انك تفوز على السيتي هتتصدر الدوري، او حتى اضعف الايمان لو تعادلت مع السيتي في المباراة اللي جاية، يعني هيبقى الفرق بينك وبينهم نقطتين بس، فحافظت على شباكك نظيفة وحققت ثلاث نقاط وقدرت انك تبدأ دوري الأبطال وانت معنوياتك عالية. المباراة اللي جاية الأرسنال هتكون في دوري أبطال أوروبا الجولة الأولى من دوري الأبطال أمام أتلانتا، ومباراة أتلانتا بالتأكيد مباراة صعبة، فدخولك المباراة دي بمعنويات عالية هيساعدك بشكل كبير انك تبقى مرتاح في المباراة الأولى في دوري الأبطال. هتكون إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي الساعة 10 أتلانتا وأرسنال. أرسنال هيلعب أتلانتا في إيطاليا وهيرجع بعدها يوم الأحد يلعب السيتي في الدوري في ملعب الاتحاد، فالفترة دي صعبة وفيها غيابات، فإنك تقدر تطلع بثلاث نقاط أمام توتنهام على ملعبه ده في حد ذاته أمر مهم جدا. كمان استغلال الكرات الثابتة بشكل مميز واستغلال أمثل ده أمر مميز في أرسنال هذا الموسم. كرة ثابتة ضربة ركنية ساكا بيلعبها بن وايت وسليبة، قدروا ان هم ياخدوا المدافعين ويسيبوا مساحة وراهم لجابرييل اللي طلع لوحده وحط الكرة. كمان فيكاريو اتعمل قدامه بلوك من لاعبي ارسنال خلاه ما قدرش انه يطلع في الكرة الضربة ركنية ما يطلعش يمسك الكرة، فبالتالي الامور كانت بتتلعب بشكل مميز سهلت على جابرييل انه يطلع لوحده ويحط الكرة في المساحة في الضربة الركنية ويستغلها ويحرز الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 64. طبعا من بعد الدقيقة 64 توتنهام ضغط على أرسنال بشكل كبير، أرسنال عمل تنظيم دفاعي بشكل جيد الشوط الثاني، قفلوا خط الدفاع بشكل مميز وقدروا ان هم يتعاملوا مع هجمات توتنهام ومحاولات توتنهام في الشوط الثاني بشكل جيد، ويعني حوالي 25 دقيقة او يمكن في 5 دقايق وقت ضايع، يعني حوالي نص ساعة ضغط من توتنهام على ارسنال، ولكن قدرت لعيبة ارسنال ان هي تحافظ على الهدف وينتهي اللقاء بفوز ارسنال 1-0. هنا لازم نشيد بدور مدرب الكرات الثابتة في ارسنال، ولازم نقول تاني انه قصة استغلال الكرات الثابتة ورميات التماس واستغلال اي فرصة في المباراة بتحسم لك ماتشات مهمة زي دي بتفرق معاك في ترتيبك في الدوري، ففكرة ان يكون موجود مدرب للكرات الثابتة ده امر مهم جدا، وارسنال عامل ده وشفنا استغلال كرة ثابتة حسم ثلاث نقاط مهمين لارسنال في الدوري. تعال نبص سريعا على احصائيات الماتش ونشوف مين كان بيمتلك الكرة والاكس جي الاهداف المتوقعة لكل فريق كان شكلها ايه. الاستحواذ في المباراة كان لتوتنهام
64% مقابل 36% أرسنال، ولكن الإكس جي إلى حد ما كان متساوي 0.74 لتوتنهام، 0.73 لأرسنال، 15 تسديدة لتوتنهام منهم 5 على المرمى في المقابل 7 تسديدات لأرسنال منهم 4 على المرمى. تسديدات توتنهام ومحاولات توتنهام على المرمى كانت أكتر من أرسنال، ولكن تسديدات توتنهام 15 منهم 5 فقط على المرمى في دقة التسديد، يعني تقريبا تلت الكرات اللي سددتها لعيبة توتنهام كانت صحيحة، التلتين كانوا خارج المرمى. في الناحية الثانية أرسنال 7 تسديدات منهم 4 على المرمى، فدقة تسديد أرسنال إلى حد ما أفضل. على مستوى التمريرات خلال التسعين دقيقة توتنهام عملوا 492 تمريرة منهم 434 تمريرة صحيحة، أرسنال 281 تمريرة منهم 213 تمريرة صحيحة. فامتلاك الكرة، الاستحواذ، التمريرات والإكس جي والتسديدات على المرمى، كل الأمور دي كانت في صالح توتنهام، ولكن أرسنال استغلوا الكرات الثابتة، أحرزوا هدف من كرة ثابتة في الدقيقة 64، وقدروا ان هم يأمنوا دفاعاتهم، يحافظوا على شباكهم نظيفة. ديفيد رايا قدم مباراة قوية، تصدى لأكتر من كرة خطيرة، كمان خط ظهر أرسنال كان واقف بشكل محترم، فأرتيتا خد اللي هو عايزه من المباراة، وكمان قدر ان هو يقدم مباراة قوية رغم غياباته ورغم الإصابات ورغم ان الوضع كان صعب في المباراة بسبب ضغط توتنهام على أرسنال، ولكن في النهاية خد الثلاث نقاط وحقق فوز مهم جدا في ديربي شمال لندن. وقبل الجولة الخامسة اللي هتكون جولة قوية جدا فيها قمة السيتي وأرسنال في ملعب الاتحاد، القمة اللي هتفرق بشكل كبير في ترتيب الدوري، ولو السيتي حسم القمة دي في الجولة الجاية في الجولة الخامسة هيفرق بالدوري بفارق 5 نقاط عن أرسنال، لكن أرسنال لو قدر انه يفوز هيبقى متصدر للدوري بفارق نقطة عن السيتي، وفي حالة التعادل هيفضل فارق النقطتين لصالح السيتي. فالجولة الجاية مهمة جدا في الدوري وهتفرق بشكل كبير في ترتيب الدوري وفي المركز الأول من الدوري الإنجليزي. ده كان استعراضنا لمباراة توتنهام وأرسنال ديربي شمال لندن اللي انتهى بفوز أرسنال على حساب توتنهام بهدف مقابل لا شيء من ضربة ركنية، قدر جابريال انه يحرز الهدف الوحيد في المباراة برأسية ولا أروع في الدقيقة 64، ويحقق أرسنال الفوز الثالث على التوالي على توتنهام على ملعبهم، ويفوز بالديربي علشان يتلون شمال لندن باللون الأحمر في الديربي بفوز أرسنال على توتنهام. ده كان استعراضنا للمباراة وبعد نهاية الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. شكرا على حسن المتابعة، سلام.